داخل هذا الفضاء الخلاب الواقع بمنتزه القلعة في غليزان، تتوافد عديد العائلة من داخل وخارج الولاية بغرض الاستجمام وأخذ قسط من الراحة. كعرف الصيف الحمال عندي كل أسبوع هنايا، نجي نخفف على رأيي شوية، نجيب الأطفال نجيب الدار تريح الأطفال كل شيء الألعاب. جيت معسكر وجيت الجردة هنايا وعجبتني شابة وريحت فيها وعجبتني، وفيها برد الحال فيها لهنا فيها. نجي تقريبا ما كل 10 أيام 15 يوم. مكان جميل هادئ عائلي، مكان مريح. جينا من عين فارس ولاية معسكر، والحمد لله جينا لهذا المعنى. شباب بزاف الله يبارك. نتمنى إن شاء الله يجوا الناس يزوروه، مكان هايل. نجوا ريحوا يعني الاستقبال مليح، المنظر جميل، ديفولي يعني تقلع كل شيء كعلى الغبن تقلعوا. الأطفال القادمون مع أوليائهم كذلك أعجبوا بالمكان لكونه يضم عديد الألعاب، كما لقوا راحتهم بين أحضان هذه المناظر الطبيعية الخلابة. أنا عجبتني هنا المنظر، كل سيمانة السبت نجي عجبتني المنظر هنا، بحبيت كل عطلة زعما نجي هنايا. بابا زعما من ربحت جبت طلعت الخامسة جابني هنايا وراني المنظر. جيت من معسكر وراني فرحانة بزاف وعجبتني الجار دابر بزاف، ونتمنى كل واحد يجيها. جيت هنا نحوس شوية خاطر ربحنا البيام، مضيقة عجبتنا مضيقة سياحية. هذا وأصبح منتزه القلعة المتنفس الوحيد لسكان المنطقة، باعتبار أن ولاية غليزان لا تتوفر على مرافق سياحية، خاصة بعد غلق حديقة الياسمين الواقعة بعاصمة الولاية.